أنت قلت أنكم تحمون الديمقراطية ولكن هذا ليس بدون ثمن. هل هذا يعني حظر كل توريد الغاز والنفط الروسي؟ أنا أعتقد أن هناك أمرين مختلفين: حظر الاستيراد من روسيا وأن نخفض الأثمان من روسيا من في إطار العقوبات. الرئيس تحدث عن وضع أسواق النفط وفي خطابه الأسبوع الماضي قال أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الأسعار الغاز الروسي، والرئيس أعلن أنه سيتم تحرير 3 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة، ونقوم بهذا من أجل ضخ المزيد من العرض في الأسواق. نظرة الرئيس هي كيف يمكن أن نستمر في العقوبات على الرئيس بوتين مع الحد من التأثير على المجتمع الأمريكي. هل الولايات المتحدة تريد إخراج روسيا من مجلس الأمن الدولي؟ لا نرى كيف يمكن لهذا أن يحدث. نحن نتفهم للجانب الروسي مقعد دائم في مجلس الأمن، ولهذا وهذا يزعج الجانب الروسي. يخترق ميثاق الأمم المتحدة مجلسهم الدائم. نحن نركز في عزل روسيا وتحميلهم المسؤولية، وهذا ما نركز عليه نحن وحلفاؤنا. الرئيس زيلينسكي يطالب بتحديد منطقة حظر للطيران. السبب لماذا هذا لم يتم؟ الرئيس كنا معنيين باتخاذ خطوة هذه لأن تطبيق منطقة حظر للطيران تعني تدخل لسلاح الجو الأمريكي والمواجهة مع الجانب الروسي، وهذا تصعيد لا نسعى للدخول فيه. رئيس فنلندا سيزورنا. هل الرئيس بايدن سيطلب منه الانضمام إلى الناتو؟ الرئيس ينتظر لاستقبال نظيره الفنلندي. سنتحدث عن تعزيز علاقاتنا الثنائية، تحدثوا مرتين في الأشهر الأخيرة، وأتوقع أنهم سيتحدثون عن علاقات الدفاع الثنائية، وهي علاقات قوية. فنلندا شريك مع في الناتو، شريك للناتو، ولدينا علاقات دفاعية كذلك في بحر البلطيق، وهذا الأمر ذاته بالنسبة العلاقات مع فنلندا والناتو متعلقة بدول الناتو. رأينا ونحن قلقون، وسأعطيكم بعض النماذج وأنتم صحفيون وستسمعون أن هذا الأمر مذهل. Thank you for your patience. One second. Okay. Okay. الكرملين الآن يقوم بهجوم على وسائل الإعلام التي تنشر الحقيقة. اليوم راديو موسكو وتيفيرين تم إنزالهم عن الهواء، وتم تهديدهم تهديد بوقف أنشطة مواقع إخبارية روسية. رأينا أنهم يحظرون على وسائل الإعلام الروسية الحديث عن حرب، ويتحكمون بالعبارات التي تستخدمها الوسائل الإعلامية الروسية. هم يتحدثون عن عملية خاصة ويتحدثون ويحظرون بالتشريعات إمكانية، ويتهددون بسجن كل من يتهم الجانب الروسي. قاموا باعتقال المحتجين الروس على الحرب، قاموا بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام، وحددوا الإمكانيات التي يمكن للمواطن الروسي أن يخرجه من روسيا بالعملة الصعبة، وهذا يعكس رغبتهم بالتستر على خطواتهم في اجتياح دولة ذات سيادة.
هل الإدارة يمكن أن تحد من الاستيراد استيراد النفط الروسي؟ أنا أري هناك عدة مركبات وعدة عناصر. ما هي الخطوات التي سنتخذها في سياق النفط الروسي؟ هناك عملية سياسية تنتظر أي قرار. في بعض الأحيان هذه الخطوات تتم بسرعة، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى أكثر وقت من النقاش. القافلة الروسية التي تنتظر على مشارف كييف، هل هي لازالت موجودة هناك؟ وما هي، هل نعتقد أن روسيا لازالت تسعى لاحتلال كييف؟ 90% من قواتهم العسكرية القتالية موجودة داخل الحدود الأوكرانية، القافلة موجودة، هم أطلقوا أكثر من 400 صاروخ باتجاه المدن الأوكرانية، ولذلك هم يسعون في خطواتهم العدوانية والتوجه نحو هدفهم النهائي، ألا هو السيطرة على كييف والدولة برمتها. هل هناك أي إمكانية لأن يلتقي الرئيس بايدن بالرئيس بوتين طالما أن العملية في أوكرانيا مستمرة؟ لا أستطيع أن أتكهن بذلك. الآن هم يجتاحون دولة سيادية ويصعدون يوميا، ولن نزيل الخيار الدبلوماسي عن الطاولة، ولكن لا أعتقد أن الوقت حان لهكذا لقاء. مرة أخرى، تحدثنا ما هي الخطوات الأفضل لوقف هذا التصعيد، ولكن من الواضح أن ما يتم في الأرض هي لحظات صعبة. لا يوجد أي خطط للقاءات أو اتصالات بين الرئيس بوتين والرئيس بايدن، وسنستمر في التشاور حول هذا. العقوبات الأمريكية سيتم إعلانها لاحقا ضد الأشخاص وضد المؤسسات. كيف نختار الأشخاص الذين يتم فرض العقوبات عليهم؟ هل ينحصر الأمر في المقربين لبوتين؟ أحد العناصر هي القرب من العلاقة بوتين. نريد أن يشعر الرئيس بوتين بالضغط، نريد الأشخاص الذين حوله أن يشعروا ضغط العقوبات. أنا لا أعتقد أن هذه ستكون المجموعة الأخيرة من الأثرياء المقربين من بوتين. نحن نركز على الاستمرار في العقوبات. ماذا عن طرد الأثرياء الروس من داخل أمريكا؟ أريد أن أفحص هذا لأعطيكم أكثر معلومات، والرئيس يحدد ذلك خلال النصف ساعة القادمة. الرئيس أعلن الليلة الماضية حظر على رحلات جوية روسية إلى الولايات المتحدة. هل نعرف إذا ما رد الجانب الروسي بالمثل؟ أنا لا أعلم عن أي خروقات، بإمكانني أن أفحص ذلك. نحن رأينا الأخبار حول اللقاء السادس من كانون ثاني. ما إذا ستكون هناك تحميل روسيا مسؤولية في محكمة الجنايات الدولية؟ هل تعتقدين أن نائب الرئيس بينس يجب أن يقدم شهادته؟ استمعت إلى ما قاله الرئيس. خطوات نائب الرئيس بينس شكلت تهديد للدستور الأمريكي، ونحن